بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ نكمل مع بعض كلامنا يا شباب عن المسلز او العضلات الموجوده in the back of the thigh او في ظهر منطقه الفخذ. اتفقنا مع بعض. اذا انا بلاقي الاليوتيبيال تراكت موجود ناحيه اللاترال، واول لما باجي بالكاميرا بتاعتي كده بلاقي الاليوتيبيال تراكت، ببدا بعد كده ابدا اخش. طبعا الاقي هنا ادي البايسبس فيمورس ماسل، اتفقنا مع بعض بيبقى هنا الجلوتياس ماكسيموس ماسل، اخر حته من الجلوتياس ماكسيموس ماسل والبايسبس فيمورس. فلما يجي يقول لك والله انا هشوف ايه على الباك اوف ذا ساي، تقول لي والله انا هشوف اول حاجه الجلوتياس ماكسيموس ماسل وهشوف الايه البايسبس فيمورس. طيب بعد كده هنجد في عضلتين موجودين جنب البايسبس فيمورس، وعايزك تركز قوي في الحته دي. يبقى انا كده عندي هنا البايسبس فيمورس دي بتبقى موجوده ناحيه الايه، ناحيه اللاترال يا باشا، واخد بالك، ناحيه الايليوتيبيال تراكتس. خلاص كده عندي عضلتين بقى نايمين جنب البايسبس فيمورس، واحده تسمى السيمي تندينس. سيمي تندينس يعني ايه؟ سيمي ديت يعني نص، عارف انت، واخد بالك، يعني العضله نصها عباره عن فايبر لياف عاديه كده زيها زي اي عضله، ونصها عباره عن تندون او عباره عن وتر، تلاقي كده في وتر كده او في تندون طويل كده، فعشان كده نسميها سيمي تندينس. واخد بالك، لان هي عباره جزء منها عضله والجزء منها التاني عباره عن تندون او عباره عن وتر. التانية بقى اللي هي بتبقى نايمة تحتيها ديت، واخد بالك، اللي هي بنسميها سيمي ميمبرينس، نفس الفكرة برضو، بتبقى نصها عضلة والنص التاني عبارة عن ميمبرين أو غشاء، واخد بالك. وبالتالي بقى أنا كده عندي عضلتين موجودين هنا عندي جنب البايسبس فيموريس. أدي أول واحدة اللي هي البايسبس فيموريس، تاني واحدة اللي هي السيمي تندينس، وتالت واحدة اللي هي بتبقى نايمة تحت السيمي تندينس دي بنسميها السيمي ميمبرينس. شوف بقى مين بقى اللي يظهر موست ميديال ماسل، اكتر عضله تبقى موجوده ميديال، اللي هي الجراسيلس ماسل. فاكر انت الجراسيلس ماسل اللي هي بتبقى ميديال قوي، واخد بالك، واللي كنا احيانا ممكن نشوفها من قدام، بتبقى ناحيه الايه، ناحيه ميديال. لو رجعت للصور بتاعه الجراسيلس ماسل هنجد انه الجراسيلس ماسل من الحاجات اللي هي بتبقى موجوده ناحيه الايه، الميديال. قال لا، يبقى انا عندي الجراسيلس ماسل اللي هي موجوده ناحيه الميديال، والايليوتيبيال تراكت اللي هي موجوده ناحيه اللاترال، الاثنين دول ممكن اشوفهم في كل من الانتيرو فيو والبوستيرو فيو، يعني سواء انا كده ببص من ورا هنا او لو انا بصيت من قدام، رحت وبصيت من قدام الاقي الجراسيلس ماسل ناحيه الميديال والايليوتيبيال تراكت ناحيه الايه، ناحيه اللاترال. خلاص كده. طيب بينما انا هنا عندي البايسبس فيمورس والسيمي ممبرينس والسيمي تندينس، دي حاجات موجوده بس في الايه، في الباك. طيب بعد شويه هبدا ان انا انزل تحت شويه كمان، واخد بالك، ابص الاقي هنا في عندي منخفض كده، واخد بالك، بنسميه فوسه، فوسه يعني منخفض. هذا المنخفض بنسميه بوبليتيال فوسه، وهذا المنخفض لازم تبقى عارف ان هو بيبقى موجود في ظهر مفصل الركبه، in the back of the knee joint، يعني في ظهر مفصل الركبه. ولازم كمان تعرف عنه ان هو انتر ماسكولار سبيس، يعني مساحه تعتبر او بتقع ما بين طبعا عضلات كتير زي ما احنا شايفين كده. هتجد هنا طبعا في العضله اللي هي تقريبا بنسميها السمانه بالعربي، ودي تسمى الجاستروكنيمياس ماسل. اسالني على الايه، على الطب، ما تسالنيش على العربي. الجاستروكنيمياس ماسل دي بتبقى موجوده تحت، وطبعا لازم تبقى عارف ان انا هنا فوق البوبليتيا الفوسة انا ببقى في منطقه الثاي او في منطقه الفخذ، او لما بنزل عند تقريبا اللي هي السمانه ديت ببقى انا موجود في الايه، الليج. وطبعا الجاستروكنيمياس ماسل ديت عباره برضو عن اكتر من راس، عندها راس هنا ناحيه الميديال اهي، ميديال هيد، وعندها راس تانية ناحيه الايه، ناحيه الايه، اللاترال. المهم انه البوبليتيا الفوسة دي بتقع ما بين مين ومين؟ البايسبس فيمورس والسيمي تندينس ماسل، اللي هي دي السيمي تندينس ماسل والسيمي ممبرينس ماسل، ثم بيبقوا موجودين فوق، ومن تحت اللي هي الجاستروكنيمياس ايه، ماسل هيدز، اللي هي الميديال واللاترال هيد. وهتجد في عضله كده صغيره تسمى برضو البلانتارس، يعني عرفها كده عليه على المشي. هنا بتتواجد الايه، البوبليتيا الفوسة، او بتقع في الايه، في النص. طيب هبدا بقى ان انا اعمل حركه لطيفه جدا عشان اتفرج على الماسلز اللي موجوده في منطقه الجلوتيا ريجون، اللي هي منطقه المقعد ديت. هبدا ان انا اقطع الايه، الجلوتياس ماكسيموس ماسل. هبدا ان انا اقطع الايه، الجلوتياس ماكسيموس ماسل. بص تلاقي ادي الايه، الجلوتياس ماكسيموس ماسل اهي، وهي ادي منظره، وبدات ان انا ايه، اقطعها. برضه هتجد ان هو قطع برضه الجلوتياس ميدياس، يبقى الجلوتياس ميدياس اللي هي ديت، الجلوتياس ميدياس ماسل اهي، ادي برضه الجلوتياس ميدياس ماسل، الجلوتياس ميدياس ماسل. تلاحظ ان هو قطعها وبدا يتفرج على مجموعه الايه، العضلات اللي موجوده ايه ورا، واللي هنتكلم عنها بشكل اكتر في الايه، الفيديوهات اللي جايه.